الأول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 6 ماث فيرست يونت 2 ليسون 2. كنا عملنا ريفيجن المرة اللي فاتت على ليسون 1. النهاردة هناخد ايه؟ Properties of Proportion. ماشي. ايه Properties بتاعت of Proportion؟ قال في ميزة مهمة شوية اللي هي ايه؟ بيلي 1 over 5 equal 2 over 10. البروبروشن دي equality of 2 ratio. قال لي لو عملت ده الفيرست تيرم ده السكند تيرم ده السكند ده الفيرست ده الثيرد ده الفورث، او بيسمي ال 1 وال 4 دوت extreme اللي هو الاطراف الخارجية اللي بره، والتو والفايف دول اللي هم الداخلين اللي هم بيسموهم ايه؟ مين. بلا عملت المينز ملتبلاي بعض والاكستريم ملتبلاي بعض لازم يطلع نفس الانسر، يعني فايف ملتبلاي تو تطلع تن، طب وان ملتبلاي تن برضو تطلع تن. ماشي. وديت بيستخدمها هو في حل المسائل ازاي؟ يديني مثلا find the missing term in the following proportion. عايز ال missing term اللي 4 over 12 equal 20 over كام x. انا لو عايز x دي بعمل ايه؟ بكتب x واعمل fraction dash. مين اللي قصاد ال x؟ 4 وفوق 12 ملتبلاي 20 يعني ايكوال 60. تمام. find the missing term. يلا يا آدم 3 فوق هنا وتحتها x. مستر انا عندي طريقة مبسطة دايما بعملها. اوه مثلا الثري دي بعد 3 امتي، فانا بعمل ايه زي في الفراكشن كده، بعمل اب يعني الثري دي بقى فوق، داون مفيش حاجة، فهخلي الداون دي الاكس، بعدين 9 اب، بعدين داون 24، وبعدين بلاقي الاكس على طول، بعدين بعملها كده. ماشي. بتجيب الاكس ازاي؟ اب احط 3 يعني بجيب بعمل 3 multiply 24 ديفايد 9. three multiply 24 divided by 9 صح؟ سألك كده ايه؟ طيب اللي بعدها يا بلال محتاجة كالكوليتر. ماشي يا مستر، عندي كالكوليتر 7.5 divided 3.5 equal x over 2.8. دلوقتي انا عايز ال x، بعمل ايه؟ بكتب x اعمل fraction dash اللي قصاد ال x دي اكتبها تحت 30.5 وفوق اكتب 7.5 multiply 20.8. سيبها بقى الكالكوليتر وقول لي كام.
طلعت كام يا بلال؟ طلعت 6. 6. اي ماشي ماشي. واللي بعدها يا آدم، 2 and quarter half 6 and 3 quarter x. مين اللي قصاد الاكس؟ two and one over four، بخليها improper fraction. two multiply four eight plus one nine، nine والفور زي ما هي، وفوق half multiply six multiply four 24 plus three 27 والفور زي ما هي. ما معكش كالكوليتر صح؟ اه ماشي. 427 over 8 divided 4 over 9، هحول ال divided ل multiply 9 over 4 تبقى 4 over 9. تمام. دي 4 divided 4 1 divided 4 2 divided 9 1 divided 9 3 تطلع 3 over 2. فهمتوا اللعبة كده؟ مستر آخر واحدة حليتها أنا ما فهمتهاش. ماشي. دي كتبت الفراكشنز عادي زي ما هو مديها لي. وده اكس، ده فوق اهو، وده تحته، وده نمبر 3 والاكس نمبر 4. بعدين اللي قصاد الاكس اللي هو 2 اند كوارتر، بحط على الكالكوليتر تطلع لي 9 اوفر 4، وفوق هاف ملتبلاي 6 اند 3 كوارتر. 6 اند 3 كوارتر دي بحولها ازاي من ميكسد لامبروبر؟ بقول ال 4 دي تنزل زي ما هي، بعدين 6 ملتبلاي 4 24 بلس 3 تديني 27 over 4. اعمل بقى half multiply 27 over 4، 1 multiply 27 ب 27، 2 multiply 4 ب 8 divided 9 over 4. في الفراكشن ما بعملش divided، بحول ال divided دي ليه؟ ل multiply واشقلب ده تبقى 4 over 9. ماشي؟ واعمل بقى multiply 27 over 8 multiply 4 over 9، هتطلع لي 3 over 2. ده دلوقتي تمام كده؟ تمام جدا. طب نوعية المسائل اللي زي كده، يقول لي the height of a tree is 10.5 meter، يبقى ال height بتاع ال tree كام؟ 10.5 meter and the length of its shadow is 7.5 meter. بس الزوم طلعت. ماشي كويس. 7.5 meter. Find the height of a house. في house تاني عايز ال height بتاعه x مثلا، whose shadow length ال shadow بكام؟ 11.5. هنا بجيب مين؟ ال x دي، بعمل كده كده. مين اللي قصاد ال x؟ 75، بحطها تحت 7.5، وفوق 10.5 multiply 11.5
شوفها بقى. اوكي انا طلعت كام؟ سنة. 7. ايه؟ لا لا سيفن ونصف. لا 7. لا لا انت غلط. كم؟ ستيف بوينت وان. 15.1. يب 16 16. 13. 16 16. 16. ماشي. طيب لو نوع المثال اللي زي كده هنا ما ادينيش اكس، مديني اكس ايه بلس 5، بعتبرها اكس عادي، واعمل ايه فراكشن داش، ادي اكس بلس 5 ايكوال، اعمل فراكشن داش اللي قصادها مين 6 اخليها تحت، وفوق 3 ملتبلاي 14. تبقى ايكوال كام؟ 7. يعني اكس بلس 5 ايكوال كام؟ 7. يعني الاكس بكام؟ مستر عندي مشكلة في النت، هفصله واشغله تاني. ماشي يا حبيبي، بشيل 5 دي وديها الناحية التانية بماينس 5، يعني اكس ايكوال 7 ماينس 5، يعني اكس ايكوال 2. طيب ديت يا بلال، أي واحدة بس؟ دي أوكي. مين اللي اسمها قصاد دي اكس ماينس 4؟ A5 يبقى هي اللي بكتبها فين؟ تحت، تحت. يبقى 5 تحت، وفوق 10 ملتبلاي 1.5 ايكوال كام؟ تبقى ايكوال 3. ازيك يا احمد؟ يبقى اكس ماينس 4 ايكوال 3، يعني الاكس بكام؟ اودي النيجاتيف 4 دوت الناحية التانية. بس تبقى بالبوزيتيف 4، يعني اكس ايكوال 4 بلس 3 اللي هو 0. يا ادم في ايه؟
تبتدي تحله. ماشي بس. ماشي هذه. يلا بسم الله. لو قدامه حاجة يقول لي. دي بتحل ازاي؟ اتش دي ممكن عندي حاجتين، ممكن اعمل ايه اوفر وان كده ويبقى الاكس قصادها 0.8 تحت وفوق 24 اوفر ملتبلاي باي 1، او ممكن اخلي 0.8 دي 8 اوفر 10. اشطب على دي واعمل بقى الاكس قصادها 8 يبقى ال 8 تحت وفوق 24 ملتبلاي باي 10، يا اما كده يا اما كده، والاتنين يطلعوا نفس الانسر. ماشي ماشي.